الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن فوز بلاده باستضافة نهائيات أمم أفريقيا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري. الإعلان عن فوز مصر بالاستضافة عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في العاصمة السنغالية داكار، ومن المقرر أن تقام البطولة بين شهري حزيران يونيو وتموز يوليو المقبلين، وهي المرة الأولى التي تلعب فيها البطولة صيفا وبمشاركة 24 منتخبا. وكان كاف قد عزى أسباب نقل البطولة من الكاميرون إلى التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية، إضافة إلى مخاوف من الوضع الأمني. وفي نهائيات كأس أمم آسيا، فاز العراق على منتخب فيتنام بثلاثة أهداف لاثنين ضمن منافسات المجموعة الرابعة. أسود الرافدين عادل النتيجة على مرحلتين قبل أن يخطف علي عدنان قاذم النقاط الثلاث من ركلة حرة مباشرة. بهذا الفوز بات العراق وصيفا بفارق الأهداف خلف إيران المتصدرة. ضرب منتخب إيران بقوة في انطلاق مشواره في البطولة بعدما اكتسح نظيره اليمنية الوافد الجديد بخماسية نظيفة ضمن المجموعة الرابعة، وخطى تيمالي بفوزه العريض بقوة نحو الدور الثاني. رجال المدرب البرتغالي كارلوس كيروش حسموا الأمور في الشوط الأول بتوقيعهم على ثلاثية سجلها مهدي طارمي في مناسبتين والحارس اليمني سعود السوادي عن طريق الخطأ. وفي النصف الثاني من اللقاء أضاف كل من سرادار أزمون وسامان قطوس هدفين لإيران وسط إهدار الفريق كما هائلا من الفرص. ورأى كيروش أن البداية جاءت جيدة، إنما الآتي بالنسبة إلى لاعبيه سيكون أصعب. المرشحة لنيل اللقب القاري كوريا الجنوبية لاقت صعوبة بالغة في تخطي الفلبين بهدف من دون مقابل في دبي ضمن المجموعة الثالثة. منتخب كوريا افتقد لاعب توتنهام سون هيونغ مين بسبب اتفاق مع ناديه الإنجليزي بأن يبدأ مشاركاته اعتبارا من المباراة الثالثة، وحاول مدرب الفلبين سيفن غوران إريكسون إغلاق المنافذ على لاعبي كوريا، إلا أن هوانغ أوي جو حسم الأمور في منتصف الشوط الثاني. هذا وانتزعت الصين أيضا انتصارا صعبا من قرغستان بهدفين لواحد، وارتكب حارس الوافدة الجديدة خطأين فادحين منحا منتخب المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي فوزا ضيقا. وافتتحت قرغستان التسجيل في الدقيقة 42، إلا أن زميله حارس المرمى أهدى الصينيين هدفا بتسجيله عن طريق الخطأ، ثم ضاعف النتيجة المهاجم يو داباو ليمنح الفوز للتنين الأحمر. المنتخب السعودي مرشح قوي لخطف كأس آسيا، سجله الأخضر هو الأفضل للعرب في النهائيات القارية مع 3 ألقاب في 6 مباريات نهائية، ومهمة الصقور الحالية تعترضها مواجهات قوية بطابع سياسي. العودة إلى منصة الآسيوية هدف ينشده المنتخب السعودي، لقبه الثالث جاء في أرض الإمارات قبل أكثر من عقدين، ويأمل أن يحصد النجمة القارية الرابعة من الأرض عينها. سنوات عجاف عاشتها الكرة السعودية بعد نهائي البطولة عام 2007، وتوالت الخيبات القارية في النسختين السابقتين بخروجه من الدور الأول فيهما. مشاركة منتخب الصقور الخضر مغلفة بالشأن السياسي، ففي البطولة سيضرب السعودي موعدا مع نظيره القطري. فمنذ اندلاع الأزمة الخليجية وصل التراشق الإعلامي بين البلدين إلى مستويات غير معهودة، ما ألقى بظلاله على المجال الرياضي، وستمثل المواجهة تحديا للمنظمين من أجل منع الاحتكاك بين الجماهير. يعد الأخضر مرشحا هذه المرة لنيل اللقب نظرا لتطور أدائه بعد أولى مبارياته في كأس العالم الماضية بقيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي. حظينا بوقت للبناء على ما حققناه في روسيا. أتوقع من اللاعبين رد فعل قويا وأن يكونوا على مستوى الحدث. طموحي ليس له حدود، أنا مدرب يثق بعمله وأريد دائما أفضل أداء. رسالتي للجميع هي الاستمتاع بالبطولة، نطمح إلى تقديم أداء استثنائي وقمنا بالاستعداد جيدا.
المهمة الأولى ستكون فك نحس المباريات الافتتاحية حين يلتقي الكوريا الشمالي، ولم يفز السعودي في مبارياته الأولى قاريا في 5 دورات متتالية، وهناك أيضا لقاء مرتقب يجمع الأخضر مع نظيره اللبناني، وهو يحظى بأهمية تبدت في نفاذ بطاقات الجماهير. بيتزي يعول على جيل جديد آت من مشاركة مقبولة في مونديال روسيا. الأرجنتيني مزج بين الوجوه الشابة وأصحاب الخبرة. البطولة كانت مناسبة للإحلال والتبديل، حيث استبعد 9 لاعبين من قائمة المونديال، أبرزهم محمد السهلاوي وتيسير الجاسم، فضلا عن اعتزال أسامة هساوي. ويعتمد بيتزي على أسماء جيدة أهمها يحيى الشهري وسالم الدوسري وفهد المولد. يفتتح منتخب لبنان أولى مبارياته يوم الأربعاء أمام نظير القطري ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ونجوم فريق نابولي درايز ميرتنز وماليدو كوليبالي وأمين يونس يدعون رجال الأرز على طريقتهم. دعم مميز من نجوم نابولي إذن لمنتخب لبنان. في كل بطولة عالمية يسرق المشجعون الأنظار بولائهم لمنتخب بلدهم، ويصبحون أيقونة المدرجات خلال كل مباراة. وبعد أيام على انطلاق كأس الأسيوية في الإمارات، تتوجه الأنظار نحو مدرجات المنتخب المضيف لمتابعة مشجع توجت دموعه المنتخب الأبيض في نسخة أستراليا الماضية. كأس آسيا الماضية التي استضافتها أستراليا، خطف مشجع إماراتي الأضواء على مدرجات الملاعب، وبات مثالا للوفاء في كيفية حب الرياضة وعشق البلاد. حريز حامد المنهالي ارتدى عام 2015 الزي التقليدي الإماراتي، وحزم حقيبة السفر إلى بلاد الكونغور، وهناك بدأت قصة شهرته الواسعة في عالم التشجيع. أنا رحت أستراليا، يعني أنا شخص ما أعرف أتكلم إنجليزي، يعني عانيت في السفر لين ما وصلت. خلال مواجهة اليابان في ربع النهائي، ذرف المنهالي الدموع بعد إضاعة ركلة ترجيحية كادت تخرج الإمارات من البطولة. مباراتنا كانت مع اليابان مباراة صعبة، يعني فريق اليابان من أفضل الفرق في آسيا، نلعب معاه نجيب هدف، المنتخب الياباني يسيطر على المباراة، يضيع كذا فرصة، انتهت المباراة 1-1 ولعبوا ضربات الجزاء. كاميس إسماعيل puts it over the top and we're back square. لكن بعد ذلك نجح نجوم الأبيض في قلب الموازين بركلات الترجيح، وتأهل المنتخب الخليجي إلى المربع الذهبي، لتتحول الدموع من حالة حزن إلى فرح. في النسخة الحالية لبطولة آسيا ستتسلط الأضواء على المنهالي، ولاسيما أن البطولة ستكون بالضيافة بلده، مع إمكانية ولادة مشجع جديد ينضم إلى قائمة أوفى مشجعي المنتخبات في العالم. مفاجأة مدوية فجرها وولفرهامبتون بعدما أطاح ليفربول من الدور الثالث لكأس إنجلترا إثر فوزه عليه بهدفين لواحد. للموسم الثاني تواليا يخرج الريدز على يد وولفرهامبتون، ليرد الأخير الاعتبار لسقوطه قبل أسبوعين على يد متصدر الدوري الممتاز. هدفا صاحب المركز التاسع في البريمير ليج حملا توقيع المكسيكي راول خيمينيس والبرتغالي روبن نيفيز، فيما سجل البلجيكي ديفوك أوريجي لليفربول الذي خاض المباراة بتشكيلة رديفة.
قد يجد ريال مدريد الحل للعقم التهديفي من خلال التوقيع مع هداف بحجم روبرت ليفاندوفسكي. لاعبو الملكي طالبوا رئيس النادي فلورنتينو بيريز بالتوقيع مع النجم البولندي، علما أنه كان قريبا من التوقيع مع الملكي الصيف الماضي. هذا وتشير المعلومات أيضا إلى إمكانية تعزيز خط الهجوم بالإسباني ألفارو موراتا بعدما عرضه تشيلسي للبيع. موسم الانتقالات الشتوية حتى رحاله في مانشستر يونايتد الساعي إلى التوقيع مع فيليبي كوتينيو. صحيفة سبورت الإسبانية أكدت أن إدارة اليونايتد ستقدم عرضا لنظيرتها في برشلونة يقضي بشراء اللاعب البرازيلي مقابل مبلغ يتخطى 100 مليون يورو. العملاق الإنجليزي يحاول استغلال وضع كوتينيو في تشكيلة البرشا في ظل الاعتماد على الفرنسي عثمان ديمبلي. خيراردو مارتينو بات مدرب منتخب المكسيك لكرة القدم، والهدف هو التأهل إلى كأس العالم في قطر. المدرب الأرجنتيني وقع على عقد لثلاثة أعوام، وقد حل خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي انتقل إلى منتخب الباراغواي. مارتينو سيبدأ مهمته رسميا في وديتين أمام تشيلي والباراغواي في شهر أذار مارس المقبل. في السلة الأمريكية للمحترفين استعاد لوس أنجلوس ليكرز لغة الفوز بعدما تغلب على مضيفه دالاس مافريكس بفارق 10 نقاط. بالرغم من الانطلاقة المخيبة في اللقاء إلا أن الضيوف قلبوا الأمور رأسا على عقب بفضل تألق الثنائي الشاب براندون إنغرام ولونزو بول، فسجل الأول 29 نقطة مقابل 21 للثاني. ويعاني ليكرز منذ غياب نجمه ليبرون جيمس بسبب الإصابة. مع السلة الأمريكية نأتي إلى ختام الرياضية المفصلة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.